بشرت خير والله وهلت والبركة في البيت حلت والبركة في البيت حلت الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعايات بالصبر ما تعب وهتهون ومشاكله معانا سهلة. أهلا بيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل السيدات وكل الأنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الأخوات، لكم مني أرق وأطيب التحيات. في المعدة بالذات زي ما تعودنا يتجدد معكم اللقاء، لأتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات، وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات، نقدم كل ما هو جديد ومفيد وسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد. لكل من ترغب في حدوث حمل جديد، ولكل من تنتظر حدث سعيد، ولكل من رزقت بمولود جديد، هنا وهنا بس في بشرة خير هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة، وعد ان ده اكيد، في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على ارقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة، ويمكنكم التواصل معنا عبر رسائل الاس ام اس او عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك، حيث نقوم بالاجابة على الرسائل مباشرة ونجمع بعض منها خاصة ذات الأهمية القصوى والتي تطرح مواضيع عامة لنجيبها من خلال الحلقة، ولا ما قصرتم الحقيقة. يعني كم من الرسائل يعني لم أستطع إن سوى أن أنا أفرغ كل دقيقة من وقتي للإجابة عليها، وأرجو زي ما قلت المرة اللي فاتت اعتبار الرد اللي بنرده هو رد نهائي، وعدم الأخذ والرد بصورة محادثة عشان نقدر نوفي الإجابات للناس تانية. هنبتدي كده بالرسالة دي. جوزي عنده ضعف الحركة 18 وعدد 32 مليون، والدكاترة قالوا لنا ان التلقيح ينفع معانا، وفي دكاترة قالوا لنا ان الحالة دي ما ينفعش تلقيح ولازم حقن مجهري. هو حضرتك لو العدد 32 مليون ده لوحده غير كافي للدلالة، 32 مليون ده في الملي ولا 32 مليون ده في القذفة كلها؟ الحركة 18 ده كل الحركة الإجمالية ولا دي الحركة السريعة عشان نقدر ناخد تقرير قاطع يعني. لكن عموما التلقيح الاصطناعي تقنية نسبة فشلها أعلى كثير من نسب النجاح، وبالعكس نسب النجاح قليلة جدا ونادرا من السيدات اللي بينجح معهم التلقيح الصناعي، ونسب نجاح التلقيح الصناعي لا تزيد عن 15% تحت أي مستوى طبي، وبعض الأماكن اللي بتقول 20% يعني بنشكك كثير في هذا الكلام، يعني نسبة الفشل 80% أو أكتر. وبالتالي الحقن المجهري تقنية صحيح أكثر تعقيدا وأكثر كلفة وأكثر تحضيرا، لكن نسب النجاح فيها بتصل ل50% أو تزيد، وقد تقل قليلا طبقا لحالة الزوج والزوجة. لكن عموما الناس بتروح للتلقيح الصناعي لأنه أرخص وأبسط وأسهل، وبتستنفذه قبل اللجوء للحقن المجهري. لكن الأرقام اللي حضرتك بعتها لا يمكن الدلالة منها قطعيا هل التلقيح وحده ينفع ولا الحقن ينفع، لكن كقاعدة عامة التلقيح الصناعي نسب نجاحه قليلة. أنا كنت حامل في شهر 7 اللي فات وسقطت بعد إذن حضرتك بالطاء مش بالت. أول الشهر الثالث عملت عملية تنظيف ما حصلش حمل لحد دلوقتي. أنا نوع دمي صلب، يعني مارست الطب وبدرسه من سنة 84 حتى اليوم، ها، ولم أسمع يعني إيه نوع دمي صلب دي. باخد حقنة الار اتش، دي الار اتش سلبي، لكن يعني إيه نوع دمي صلب ما أعرفش. ما خدتهاش بعد السقط، برضو نفس التعليق على كلمة السقط، لان الدكتور قال لي مش لازم. جاوبنا الكلام ده قبل كده وقلنا ان اي اجهاض بعد الثلاث شهور الاولى في الستات اللي الار اتش بتاعهم سلبي حتميا ياخدوا حقنه الار اتش، اما الاجهاضات في اول ثلاث شهور فده منطقه خلافيه بين الاطباء، وبعض الاطباء بتقول ان ما تكونش كرات دم حمراء للجنين، وبالتالي مفيش خطوره ولا احتماليه لتنشيط الجهاز المناعي للام ولا لتكوين اجسام مضاده للار اتش، وبالتالي لا داعي لان الست تاخد حقنة الار اتش. وبعض الناس بيقولوا لا تاخدها للضمان والامان، في دي منطقة خلافية، لكن اغلبية الرأي ان عدم اخدها لا يمثل اي ضرر. طيب دي رسالة مهمة الحقيقة، اظن من الاسم دي من احدى بنات السعودية او الكويت. السلام عليكم دكتور، شكرا لك على علمك، الله يزيدك من فضله، متشكر لحضرتك، غالبا دي السعودية. شكرا على كل شيء تقدمه لنا من علمك، ربنا يبارك لك في عمرك، امين يا رب،
وفي رزقك وادمن الصفحه وكل القائمين على برنامجك. انا بوجه التحيه للكنترول واداره البرنامج اهو من على باسم حضرتك. والله انا بسبب علمك الدوره ما كانت منتظمه، ودي ما احمل بمنشطات، حصل حمل مرتين وحصلت ولاده مبكره، حامل الحين، نحفت 15 كيلو وانتظمت الدوره مع اخذ عقار الميد فور مين. طيب احنا معانا اتصال تليفوني، طيب هناخد الاتصال عشان ما نسيبش بس فتره طويله على التليفون ونكمل رساله. عليكم السلام يا فندم، اتفضلي. بص حضرتك انا هكلم باختصار كده. بنتي عندها دلوقتي 30 سنه، السنه اللي فاتت حملت ولقوا في الاول خالص ما فيش نبض فتم الاجهاض. دلوقتي هي حامل في نص الشهر التالي السادس. أيوة. عملت في اخر الخامس سونار ثلاثي الابعاد، والدكتور طمنها، هو قال الدكتور طمنها يعني على حاله الجنين، بس هي قلقانه عشان فيروس زيكا اللي بيتكلموا عليه ده، هل تعمل مثلا سونار تاني ولا تنصحنا حضرتك بايه؟ تتابع الحمل وتهدى. طيب يا دكتور شكرا. بس ان شاء الله ربنا يتملها على خير. اولا هذا غير موجود في مصر ولن يوجد لحد يعني حتى يعني اسابيع وشهور، يعني ان شاء الله تطول. نمرة ثلاثة، ان تأثيره صحيح على الحوامل، والغريب ان كل وسائل الاعلام في العالم تقول انه بيأثر على الحوامل، ده من ضمن الفئات المستهدفة، لكن الصورة اللي بتتنشر في اي مقال مكتوب على فيروس زيكا ده صورة طفل عنده مايكروكيفالي، وهو واحد من المضاعفات النادرة لهذا الفيروس اذا اصاب سيدة حامل واذا جه مصر، لكن الصورة لزقت ليه له معرفش، ده احتمال نادر جدا جدا جدا. هي طبعا يعني ايه هذه يعني فترة من الحياة ومن التاريخ اللي يدير منظومتها هي وسائل الاعلام، فكل ما يتقال في وسائل الاعلام الناس تصدقه، وفي قلق مبالغ فيه شديد. حضرتك لما كنت حامل فيها كنت عملت سونار ثلاثي الابعاد، وما قلناش ما نعملش يعني، بس يعني وكنت بتقلقي لما حد يجي له برد جنبك خالص، وجبتي وحملتي وولدتي ولا اخره. تمام. طيب معانا اتصال تليفون تاني قبل ما نكمل رساله، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام يا رشا، اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. لو سمحت يا دكتور، انا كنت متابعه مع حضرتك قبل كده وحصل حمل يعني وكده، وجيني في الشهر الفاتت تسمم حمل، والعيل توفى بعديها، يعني دخل الحضانه 4 ايام وبعد كده توفى. جيت بعد كده بعديها بست شهور سافرت الكويت وحصل حمل برضه، كنت تبع حضرتك اخدت منشطات وكده وحصل حمل برضه هناك يعني على ثالث شهر وكده. وبعد ما نزلت من الكويت عملت سونار وكده، الدكتور قال لي ان هو ما فيش نبض، ويعني نزلته على شهرين، عملت عمليه اجهاض على شهرين. وجوزي جه بعديها دلوقتي قابله شهر وحصل حمل، فرحت يعني اخر دوره كانت 19/12، وجوزي نزل يوم 28/12، فرحت عملت اشاعه وكشفت، الدكتور قال لي ان الجنين متحرك من مكانه، كنت الحمل يعني متحرك من مكانه وما فيش نبض دخل. فانا مش عارفه يا دكتور احسن من امتى بالظبط، ويعني طالما يعني ما فيش نبض يعني كده، هو ما دخلوش نبض يعني كده، في خطر هينزل ولا ايه؟ هو المفروض لو انت عاجل حضرتك يعني القاهره اجي، ولا في خطوره برضه على الحمل؟ خطوره ايه على الحمل؟ ثانيه. اولا حضرتك اكيد من صعيد مصر، مفيش كلمة العيال مضرور، ها؟ العيال مضرور، العيال اتزلزل، العيال جات له زلزلة، العيال متحرك من مكانه، مفيش في الطب الكلام ده بالمناسبة، خالص خالص خالص، ها؟ ده الجديد في طب الصعيد. تمام؟ مفيش حاجة اسمها كده مطلقًا، ها؟ مفيش حاجة اسمها الجنين متحرك من مكانه، وكل ست راحت لدكتور وقالت له أنا عندي تقل، وقال لها أصل الجنين نازل لتحت، تعرف إن هو ما علينا. مفيش حاجة اسمها أصله متحرك وأصله نازل وأصله هيقع وأصله مش في مكانه، مفيش كده في الطب، مفيش كلمة دي. لكن مفيش نبض، مفيش نبض بسبب المشكلة اللي عند حضرتك. هو حضرتك احنا بنعالجك من ايه؟ كان عندي تكيس موبايل أصلا. كان بالفعل الماضي موجودة يعني حاليا. حضرتك عندك تكيس موبايل، كويس؟ عدم ضبط هذا المرض سيؤدي إلى ان حضرتك تتاخري في الحمل، ان حضرتك ما تحمليش الا بمنشطات،
ان حضرتك لما تحملي تبقى عرضة للإجهاض، ان حضرتك لما تعدي الثلاث شهور الاولى يحصل لحضرتك تسمم حمل. الكلام ده مكتوب في كل الكتب الا في عقول الاطباء، تمام؟ الوحيدين اللي ما بيعترفوش بيه هو الاطباء، وخاصة بقى في منطقة من مصر يعني، ها اللي هي ايه اللي بيقولوا العيل مضرور، واصل العيل ركن، واصل العيل ما فيهوش نبض، واصله تزلزل. يا دكتور لو سمحت، يعني انا احسب من امتى دلوقتي؟ انا دي كانت دي حمل بالظبط عشان ابقى عارفه بالظبط. والنبض يعني اخر معاد النبض لكل الجنين هيبقى هو المفروض يكون النبض ظهر من 10 ايام، وحضرتك اصرتي على تكرار السؤال، واصرتي على ذكر موعد حضور زوج حضرتك وهم لا اهميه لهم على الاطلاق، تمام؟ فالحمل بيتحسب من اخر دوره. طب اجل حضرتك يعني دكتور ولا في خطوره؟ خطوره في ايه؟ عيل ما فيهوش نبض، جنين ما فيهوش نبض، حمل ما فيهوش نبض، ما فيش خطوره، لكن هو الخطوره هو ان هو اساسا مش كويس، تمام؟ لكن ما فيش فايده. هتيجي حضرتك نعمل ايه؟ هنقول ده الجنين ده ما فيهوش نبض، نقوم ننزله. كويس؟ العلاج يجب ان يتم قبل، لما عالجنا حضرتك، لما حضرتك جيتي المكان محترم وعملتي تحاليل محترمه وخدنا خطه علاج مظبوطه، حضرتك حملتي والحمل كمل ووصل، بس سوء متابعه حضرتك وسوء الاهتمام بمتابعه الحمل ادى الى حدوث تسمم حمل. تمام؟ يبقى دلوقتي المفروض ان نعمل ايه؟ نروح لحد ماله بيقول كلام علمي، بيقول كلام محترم، بيعمل تحاليل كويسه، في معمل كويس، بيحط خطة علاج، بيقول كلام يتبني عليه علم، كلام تحس كده الواحد هو بيسمعه انه بيسمع كلام ذو معنى، ذو شأن. يعني دكتور لو عملت تحليل رقمي دلوقتي ملوش أي فايدة؟ التحليل الرقمي وسيلة للاطمئنان على الحمل وجودته قبل ظهور